أهلا 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 بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجكم التاسعة أو نبدأ فقرات البرنامج. بس قبل ما نبدأ فقرات البرنامج أنا ممكن أسألك سؤال عزيز المواطن، يعني أنت لاحظت إيه النهاردة في زيارة الرئيس للكلية الحربية؟ لاحظت إيه؟ يعني أظن كل واحد فينا وهو بيتفرج على أي شيء في الدنيا بيبقى في عنده ملاحظاته الشخصية اللي ممكن أنها تختلف من واحد للشخص آخر. يعني يوسف الحسيني ممكن يبقى بيلاحظ ملاحظة ما، يوسف زميلي ممكن يبقى بيلاحظ ملاحظة تانية، إيمان تلاحظ ملاحظة تالتة، عمرو زكريا لاحظ ملاحظة رابعة. كل واحد فينا عينه وعقله بيلقطوا شيء. البعض ممكن يلتقط انه الرئيس على سبيل المثال عاد سالما غانما من دولة الكويت امبارح بالليل، الا انه كان متواجد من الفجر في الكلية الحربية. ده صحيح، هي انعكست، فانما تعكس واحد هو نشاط الرئيس ربنا يديله الصحة، تعكس اتنين ودي حاجة مهمة جدا هي اهتمامه الشديد بطلبة الكلية وحرصه على زيارته. كويس؟ لما أنا اتفرجت النهاردة على هذه الزيارة وتحديدا كلام فخامة الرئيس مع طلبة وطالبات الكلية الحربية كان عندي ملاحظتين أو كذا ملاحظة، يعني هبدأهم الأول واحدة واحدة كده يعني بالتدريج ذهابا إلى من وجهة نظري أهم حاجة ودني وعقلي وبصراحة قلبي لقطوها. بس هبدأ معاك بمناقشات الرئيس وكلامه مع الطلبة والطالبات على حياة كريمة على سبيل المثال، ومناقشته معهم وهو بيسأل الطلبة وانت رأيك ايه في موضوع تبطين الترع، وانتوا رأيكوا ايه في موضوع الإسكان والمدارس وهكذا، عاوز يسمع آراء الطلبة. الرئيس مش رايح حتى يعطيهم محاضرة أو يقدم لهم النصح وحسب، لأ، الرئيس مش رايح بس علشان يتابع تدريباتهم او ينصحهم بان هم لازم يحافظوا دايما وطول الوقت على لياقتهم البدنيه وتفوقهم الذهني. لا، الرئيس رايح يتناقش، رايح يسمع الطلبه والطالبات طريقه تفكيرهم ايه وبيتكلموا في ايه ووجهه نظرهم ايه في اللي بيحصل حواليهم هنا في مصر او جوه مصر واللي بيحصل حواليهم في الدنيا، ويتكلم على الازمه الاوكرانيه وما الى ذلك. طيب دي لقطه تقدر تشوف بيها انه الرئيس حريص طول الوقت على انه الطلبه يبقوا على اطلاع دائم بمجريات الامور داخل مصر وخارجها، ده مهم. اتنين، انه يبقى في مناقشه رأي ورأي آخر ونسمع ونتكلم وإنه مفيش أي مشكلة في ده على الإطلاق. اللقطة الثالثة، الرئيس هو بيقدم النصيحة العسكرية مش خشونة، العسكرية رجولة، والفرق هنا كبير. طيب اللقطة الثالثة، الرئيس هو بيتكلم مع الطلبة اللي من الصعيد وقال لهم إحنا بحكم حياتنا جوه الجيش شفنا كل الناس، كل الناس، وكان دايما الغالبية هنلاقي الغالبية في الرجولة وفي الشهامة وفي الجدعنة وفي العزة نلاقيها من الصعيدة، وقال أنا أحب الصعيدة جدا، ودي أظنها رسالة شديدة الوضوح لأهالينا في الصعيد. أتمنى أنه أهالينا في الصعيد يكونوا التقطوها بشكل مظبوط، لأنه أنا من الناس التي لا زالت تظن أنه يا جماعة إحنا عشنا سنين طويلة الصعيد منسي، منسي خالص، كأنه مش موجود، كأن مصر بس هي الجزء بتاع الوجه البحري، وإنه الصعيد ده كأنه مش موجود، لا هو موجود في التعليم ولا موجود في التنمية ولا موجود في البال ولا في الخاطر. لأول مرة يتم الالتفات بشكل كامل ومتكامل وعميق بالصعيد حاصل خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا دول. طيب تعال نروح على حاجة تالتة، ايه هي بقى؟ خدت بالك من الطالب اللي قال للرئيس انا من قرية صغيرة في طنطا؟ وخدت بالك من الطالبة اللي قالت للرئيس انا من اسرة بسيطة جدا يا فندم وما كنتش متخيل ان انا في يوم هبقى في الكلية الحربية، وكانوا يقولوا لي ان دي خرافة، شكرا انك سمحت لنا بالفرصة دي يا فندم. شوف بقى، انا من قرية صغيرة في طنطا، ده طالب، وطالبة تانية اللي بتقول أنا من أسرة بسيطة جدا إلى آخر كلامها. أنا بالنسبة لي دي أكتر لقطة لفتت نظري، وهي الحقيقة اللقطة دي أو الكلام ده خطف قلبي الأول وبعدين بقى بصراحة عقلي. ليه؟ لأنه إحنا هنا بنقول للأهالينا إحنا في مجتمع
متساوي في الحقوق. الكل الكل من حقه بعمله وباجتهاده وبإخلاصه وبيقظة ضميره الوطني إن كل مكان في أي كلية، الكلية تبقى هي الكلية الحربية وتبقى كلية الشرطة وتبقى الفنية العسكرية وتبقى إلى آخره من كليات، إلى آخره من هيئات ومؤسسات، إلى آخره من مناصب. مصر في الجمهورية الجديدة، وده أقدر أقول لك إنه ما يدور في خلد وضمير الطالبة اللي اتكلمت في ده والطالب اللي اتكلم في ده. مصر في الجمهورية الجديدة ما فيهاش ولاد محاسيب، ما فيهاش ولاد أكابر، ما فيهاش ابن فلان وابن علان، فيها اللي يستحق الفرصة بمنتهى المساواة. أي طالبة اللي في النص هي اللي لابسة البنيل الأسود، واخد بالك؟ هتلاقي المايك يعني، بس مش كل الناس هتلقط المايك. يا عمرو انت كمان انت بتبص لتفاصيل غريبة جدا. فالمهم، فهرجعك تاني على الجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة عملت ايه؟ عملت ان الطالب بيقول انا من قرية صغيرة في طنطا وبقيت في الكلية الحربية. الجمهورية الجديدة بتقول على لسان طالبة، وده فعلا الجمهورية الجديدة على لسان طالبة من طالبات الكلية الحربية، انا من أسرة بسيطة جدا والتحاقي بالحربية كان يتقلي عليه خرافة. شكرا يا فندم انك سمحت لنا بده. ده اللي انت لازم تركز فيه. مصر فعلا بتتغير لشيء تاني، مصر فعلا بتتغير لشيء رائع. ما بقولكش ان احنا الجمهورية الفاضلة، احنا الجمهورية الجديدة اللي المفاهيم فيها بتتغير. مش الشوارع بس ولا الطرق بس، مش المدارس بس ولا المستشفيات بس، مش المصانع بس ولا المزارع بس، لا، الطريقة، التفكير، النسق العام، الفرصة العادلة لكل مصري في انه يحقق حلمه. زي ما بقولك الفيصل هو تعبك، مجهودك، اخلاصك، اجتهادك، تفوقك، ضميرك الوطني اليقظ. هتاخد اللي انت عايزه في الجمهورية الجديدة، كل اللي بتحلم بيه، حلم الطالبة اللي اتقال عليه خرافة أصبح واقع، ما بقاش خرافة، هي بالفعل موجودة في الكلية الحربية المصرية. شكرا على الجمهورية الجديدة، شكرا على ترسيخ مفهوم عدالة اجتماعية حقيقي. مش ده اللي كنا بنطالب بيه؟ العدل الاجتماعي، العدل في الفرصة، العدل في فرصة العمل، في فرصة التعليم، العدل في ان كلنا مكان كريم تحت الشمس. خد بالك مكان كريم تحت الشمس الرئيس فصلها في جملة واحدة لما كان بيسأل الطالب على رأيه في الترع والتبطين بتاع الترع وتوفير المية، والطالب بدأ يتكلم قال له طب ايه رأيك في مسألة البيوت الجديدة وفي الطرق الجديدة اللي بنعملها في القرى وفي المصانع اللي بتتعمل وفي المدارس والمستشفيات وفي شبكة الاتصالات والإنترنت؟ حياة كريمة في الجمهورية الجديدة، أنت تحصل على حياة كريمة وفرصة عادلة. فاصل ونكمل الكلام. هي العيال بتاعت الإخوان مش هتتهد بقى ربنا يهدهم ويخلصونا؟ حقيقي يعني ما يتهدوا بقى. الواحد بصراحة زهق وقرف من العيال دي. بس أنا معلش خليني أفضفض معاك حبة يعني. فليذهب الإخوان للجحيم، حقيقي يعني للجحيم بالمعنى الحرفي، أتمنى ذهابهم للجحيم دايما يعني. أنا دايما اللي بستغرب له هو أنت بتلتفت للكلام ده ليه وتقعد تشير في الكلام ده وتقعد تتبنى صور أنت ما عندكش بيها علم، أو تتبنى زعم أنت ما عندكش بيها علم، أو تتبنى قصة أنت ما عندكش بيها علم. يعني لما يجي مثلا حضرتك تلاقي واحد جاهل تافه حقير حاطط صورة، ما الصورة دي فيها كذبة، فيها شائعة، أيا كان، فأنت على طول تروح شايف الصورة
ايوه تلوث مياه الشرب في مصر، وتروح ترن لايك ترن شير، وبعدين في واحد بقى غيرك بيروح عامل بقى اللي بعده، يروح عامل شير لكل اصحابه ويكتب لهم تعليق. هي دي بقى مصر، هي دي بقى الجمهورية الجديدة اللي بيقولوها. انا سؤالي، انت شفت الحكاية دي؟ يعني انت خدت بعضك وشفت ان حصل تلوث في مياه الشرب؟ انت لديك ما يفيد بانه حصل تلوث في مياه الشرب؟ انت خدت عينة من المياه؟ انا مثلا شفت المياه معكرة. طب حلو، ماشي 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 ماشي، مفيش مشكلة، حضرتك بعينك شفت، يعني لو انت متأكد قدام ربك كده انت متأكد وشفت بعينيك مش الصورة اللي على السوشيال ميديا، سيادتك سيادتك خدت عينة من المية دي وحللتها فتقال اصل ده تلوث، اصل في مواد كيماوية؟ يعني انت عارف ان المية دي انت عندك هذا اليقين يا راجل يا مؤمن اتقي الله؟ ده بقى اللي بيضايقني بجد والله العظيم. انا طول عمري طول عمري خلقتي كده، اتربيت كده على ايد امي وابويا، والله العظيم قالوا لي ايه حبيبي، ما تاخدش الحاجه عمياني وتتكلم فيها. لما رحت اشتغلت في روزا اليوسف سنه 94 ولا كان 93 حاجه كده، فاول حاجه اتقالت لي كده، اي خبر يجي لك لازم تحققه. يعني ايه احققه يا امي؟ يعني ايه احققه يا ابويا؟ يقول لك يعني لازم تتحقق منه، دور على مصدر الخبر وارجع للمسؤولين عن الخبر. وانا هنا مش بقول لك المسؤولين يعني بس الجهات الرسميه، انت لازم تدور قبل ما تتبناه في عقلك، مش هقول لك يتنشر، ما احنا فنيه خالص، ما كنتش هنشر غير لما هرجع الاول لله يرحمه يا رب الاستاذ وائل الابراشي، وبعدين استاذ وائل هيعرضه على الاستاذ عادل حموده ربنا يديله الصحه، وبعد ما يمر بده يبقى يتنشر. بس الصحفي لازم ياخد بعضه ويتاكد الاول. طب ده الصحفي، المواطن حول نفسه اراد ذلك، حب كده انه يبقى في حاجه اسمها صحافه المواطن، فحول نفسه لصحفي بيشير وبيلايك وبيعلق وما الى ذلك. مش انت اردت انك انت تمارس مساله كده سميت بصحافه المواطن عبر السوشيال ميديا؟ ميت فل، حقق الخبر، انا مش طالب منك غير كده، اتاكد. لكن اخد صوره واقول ايوه ده تلوث واقعد اشير واقعد اخلق في بلبله؟ بالمناسبه لا، مفيش تلوث ولا حاجه خالص، 100% مليون دشليون في المية مفيش تلوث ولا حاجة. وبالمناسبة دي مش أول مرة تحصل، يعني عشان برضه نبقى متفقين، يعني اللون ده بتاع المية احنا جدي وجدك بقى بالمناسبة كانوا بيشوفوا المية كده على طول، يعني مياه نهر النيل الرقراقة الرائقة الجميلة دي ما كانوش بيشوفوها بالشكل ده قبل السد العالي. من بعد ما اتبنى السد العالي ما بقوش بيشوفوا المشهد اللي انت شفته، عشان كانت قبل كده مية النيل بتيجي محملة دائما بالطمي. طب المية اللي احنا شايفينها دي، طب ما في سد يوسف، امال ايه ده؟ عكارة مية. عكارة مية من ايه؟ علشان السيول. مش مصدق؟ طب تعالى خلونا ناخد معانا على التليفون المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم. إن أردنا أن نتأكد من شيء فإحنا هنروح لأهل العلم اللي متأكدين 100% من معلوماتهم، أفتنا في ذلك يا باشمهندس. هو الحقيقة الموضوع يعني هو بسيط جدا، ولكن طبعا أخذ أكبر من حجمه. هو الموضوع هي ظاهرة طبيعية بتحصل كل سنة، وحتى حصلت السنة اللي فاتت، وهي لا تمثل أي مشكلة على الإطلاق. الموضوع بمنتهى البساطة انه في امطار بتتساقط على جبال البحر الاحمر. الامطار دي، الجبال البحر الاحمر ليها جانبين، جانب بينتهي عند البحر الاحمر وجانب بينتهي عند الوجه القبلي او الصعيد. الامطار لما بتتساقط على جبال البحر الاحمر بتتحرك المية دي في مخرات السيول، ودي مخرات طبيعية منحوتة في قلب الجبال، بتتحرك على السطح هذه الجبال، يا اما بتتحرك شرقا وتنزل في البحر الاحمر، او تتحرك غربا عشان تنزل في الوجه القبلي. الامطار لما بتتساقط في الاجزاء الغربيه من الجبال البحر الاحمر، الميه بتنساب وتنتهي عند نهر النيل او شبكه الترع والمصارف ومنها الى نهر النيل.
الامطار دي لما بتنزل على الجبال بتحمل كميات من الاتربه والرمال من سطح هذه الجبال، ودي عمليه طبيعيه جدا، كي ميه بتعدي على الجبل فبتاخد اجزاء صغيره من الرمال والاتربه وبتتحرك معاها الى ان تصل في النهايه الى نهر النيل. فكل العقار اللي احنا شايفينها دي هي ظاهره طبيعيه جدا، حصلت حتى السنه اللي فاتت وبتحصل تقريبا كل سنه. الاتربه والرمال دي هي اللي بتدي شكل العقاره اللي احنا بنشوفها في نهر النيل، ودي ظاهره بتقعد لها يوم او يومين على اقصى تقدير، وبعدين كل الرمال والاتربه دي بتترصد بشكل طبيعي في المجرى، والميه بتعود لشكلها الطبيعي ولونها الطبيعي ما فيهوش اي مشاكل على الاطلاق. رائع جدا. وحضراتكم كوزاره طلعتوا رد واضح رسمي منشور مش كده؟ بالظبط، وشرحنا فيه ان العمليه دي بتحصل ازاي بحيث ما يبقاش في اي بلبله او خوف عند الناس، وقلنا كمان انه يعني الموضوع ده لا يمثل اي مشكله لا قدر الله او تاثير سلبي سواء على مياه الشرب او مياه الري المستخدمه في الزراعه، لان دي مجرد اتربه بسيطه وبتترصد بشكل طبيعي وظاهره لا يوجد فيها اي مشكله على الاطلاق. حلو جدا، اشكرك جدا يا باشمهندس، كل الشكر المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الري والموارد المائيه. عزيزي المواطن المشيراتي، عزيزتي المواطنه المشيراتيه، فهمنا يا جماعه ولا لسه؟ انا عارف انكم فهمتوا، انا سؤالي هو بتتبنى النوع ده من الترويج ليه؟ ما هو مش معقول المواطن المصري انا دايما اوصفه بان هو ذكي بالفطره، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا اذكياء بصراحه. خلقنا اذكياء جدا. عندنا ذكاء عقلي، عندنا ذكاء عاطفي غير موجود في الدنيا. فعلا غير موجود في الدنيا. امال انتوا بنيتوا الحضارات دي كلها ازاي؟ وعلمتوا العالم ده كله ازاي يعني؟ طول الوقت. يا راجل ده انت الدولة الوحيدة اللي تخلصت من احتلال اكبر امبراطورية في العالم في 3 سنوات، عارف انت 3 بتاعت مسلسل ونيس؟ 3. انت الدولة الوحيدة، الشعب الوحيد، المجتمع الوحيد، الحضارة الوحيدة. انت الحضارة والشعب والدولة الوحيدة التي لم تتفرنج من فرنسا ولم تتأنجلز من انجلترا خالص، ولم تتطلين ولم تتينن من اليونان لو حبينا نسميها كده يعني، يعني لم تتأغرق ولم تترومن ولم تتأنجل ولم تتفرنج خالص. كنت دايما انت اللي بتفرض ثقافتك وحضارتك على اي حد بيقرب ناحيتك، تاخد اللي على مزاجك وتظبطه وتمام، واللي مش على مزاجك وهو كثير تلفظه فورا. اكتر من كده انت اللي اثرت على الفرنساويين لدرجه هم اخترعوا لك علم اسمه علم المصريات، ايجيبتولوجي. اثرت على الرومان واثرت على الاغريق واثرت على الانجليز، انت اثرت على الكل، على الكل. معقول معقول انت هذا الشعب العظيم يتبنى عمياني كده؟ لا يجوز بصراحه، لا يليق بصراحه خالص. مش احنا دايما نصحتي لا تتوقف عن التفكير، فكر قبل ما تاخد اي خطوة. طيب تعالوا نروح لموضوع تاني. الناس عايزة تتجوز، وطبيعي ان الناس تبقى عاوزة تتجوز وتكون اسر، وده المكون الرئيسي للمجتمعات يعني، والمهم جدا انه تبقى المسألة فيها من اليسر، مش بنقول انها تبقى يعني سهلة كده خالص زيادة عن اللزوم فيبقى احساس المسؤولية مش موجود، بس كمان ما تبقاش صعبة زيادة عن اللزوم فنشعر بانه الزواج هو عملية مستحيلة وتأسيس الاسرة عملية فيها من الاستحالة والصعوبة اللي يعقدك ويظلم الدنيا في وشك. مهم قوي انه يبقى في عندنا يسر في تكوين الاسرة، يسر في الزواج. عائلات قرية الرويهب في سوهاج تبنوا مبادرة. حلو؟ المبادرة كانت أساسها إلغاء بنود الأفراح المبالغ فيها، حفلات العرس المبالغ فيها. طب عملوا إيه؟
تعالوا نسأل أستاذ رضوان عبد المحسن رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع والقائمة على هذه المبادرة. ازيك يا أستاذ رضوان؟ ازاي حضرتك فندم، ربنا يخليك. ازاي الصحة، كله تمام؟ تمام يا فندم. قول لي بقى يا باشا، عملتوا ايه علشان تيسروا على الناس مسألة الجواز؟ احنا حضرتك باختصار الدولة بتدي دور كبير للجمعيات الاهلية حلو. ومنظمات المجتمع المدني عشان يقوموا بمسؤولياتهم تجاه المجتمع. حلو. احنا حضرتك لقينا ان الموضوع هنا في الصعيد ابتدى يأخذ منحنى خطير جدا، حتى ان اصبح الزواج بدل ما بيبقى يدخل فرح على العائلة يدخل نكد وهم. اصبحت امور يعني لا هي كانت في العرف بتاع المجتمع المصري اللي احنا تربينا فيه اللي هو التكافل والتعاون، ولا هي حتى في الدين بتاعنا اليسر. الزواج يسر واقامه اسره، ولقينا بعض العائلات بتتنافس وتتناحر فيما لا يجدي ولا يعود على الاسرتين الا بالتعاسه فيما بعد، وبعض الناس حضرتك وصل بها الدرجه انها تبيع اطيانها عشان يتجوز ابنائها، وبعضهم او خد قروض من البنوك واتحبس. فكان لزاما ان عندنا كوادر في جمعيه تنميه المجتمع بقريه الرويهب التي تعمل ضمن البروتوكول بتاع وزاره التضامن، والدوله حاليا زي ما حضرتك عارف بتدي مسؤوليه كبيره على عاتق، المفروض نساعد الدوله في حل بعض المشكلات، مش كل حاجه تعملها الدوله. المنظمات الجمعيات الاهليه ومنظمه المجتمع المدني عليها هذا الدور. فقمنا بهذه المبادرة، طرحناها على جميع عائلات القرية، التفوا جميعا واقتنعوا بالفكرة، لأنه أصبح الموضوع صعب جدا حضرتك، مبالغ رهيبة ما ينفق فيما لا ينفع، يعني بعيدا عن العفش وبعيدا هي ليلة الفرح والأكلات وال بيصل إلى مبالغ رهيبة حضرتك. بيتصرف كتير في ليلة الفرح دي، صرف كتير ما فيش منه فايدة يعني. تمام. والحاجة الثانية برضو انه في حضرتك العريس بيحس انه يعني مفروض عليه طوق من الـ يعني بيبقى فيه نوع بيتراكم عليه، حتى بعض الجوازات حضرتك ما بتقعدش اكتر من سنة وبيحصل خراب يعني. ففي حاجة لفت نظرنا انه في حاجة عندنا يمكن مش عارف حضرتك، هما كما يقولون ان ليس النيل هو من ينبع من الجنوب، ولكن الحكمه ايضا تنبع من الجنوب. صح. او حضرتك لسه بتقول انه في حاجه في مصر بتتغير، مش بس المدارس ولا المستشفيات في الجمهوريه الجديده، لا ده الفكر، في فكر هنا على الارض الواقع. صح. بنحاول نعمله كعادات جيده وحميده تساعد الزواج. طيب للشباب. فكرتوا في ايه يا استاذ رضوان؟ قول لي كده، يعني وصلتوا لايه واقنعتوا اهالينا بايه؟ هو حضرتك المبادرة التف حولها جميع عائلات القرية والشباب برضو التف حواليها، وعندنا جمعيات أخرى برضو التفت حوالين هذه المبادرة. قمنا بصياغة، عندنا كوادر شبابية وناس متعلمة، عندنا نسبة تعليم عالية في القرية بالمناسبة، ابتدوا يضعوا زي ميثاق شرف، يبصوا كده يفندوا بعض الحاجات اللي هي بتعمل المشكلات دي. فلقي قلنا في حاجة اسمها عندنا مش عارف هل المتداولة يعني في قول اسمها العشاء حضرتك، وليس لها علاقة بالاسم. هو حضرتك باختصار انه الشاب لما يروح يطلب يعني في بداية الامر حضرتك بيطلب منه 100,000 جنيه، يعني وصلت 100,000 جنيه. هذا المبلغ بياخده ابو العروسه عشان يجهز بيه العروسه، يجيب لها ادوات كهربيه وشاشه وتكييف والكلام ده. طب ليه؟ وكمان يجهز اوضه اطفال، ويجهز ما لسه ما اتجوزش عشان يجهز اوضه اطفال. حضرتك في الخطوبه بيتم عمل حفله توفير كامله كليله الدخله. وفي الكتب الكتاب بيتم برضه كذلك، يدفع العريس توفير وحفله ومسرح وفراشه. في الزواج برضه. طب ليه ثلاث مرات نعمل القصه دي؟ يعني تخش مثلا نلاقي مثلا التكلفه داخله لها كده ايه، صباح الفل 200,000 جنيه يعني على صباح الخير. صباح الفل على صباح الخير ايه معاليك، بتدخل في يقول 500,000 700,000. يوه 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 يو. فين حاجه مستفزه كتير قوي حضرتك. اصبحت العائلات في قريتنا والقرى المجاوره
بتتنافس، انا مش اقل من عائله بيت فلان وكده بتتنافس في هذا المجال يعني. فحضرتك حطينا الوثيقه اهو. ها طيب قول لي اتفقتوا على ايه؟ انا عايز المشاهد يوصل ايه للب الموضوع، الزتونه زي ما بيقولوا، وصلتوا لايه طيب؟ يعني بدل ما الناس هيوصل للحكايه ال 500 وال 700 وكلام من ده، وصلتوا لايه؟ اتفقتوا على ايه مع بعض؟ تمام حضرتك، اتفقت جميع العائلات على اولا الغاء حاجه اسمها بند العشاء ده، كان بيدفعوا العريس مبلغ وليس له علاقه بالعشاء يعني. ليس له علاقه بالعشاء، هو مبلغ بيدفع عشان نعمل به القصه اللي قلت حضرتك عليها. ايوه. الحاجه الثانيه الغاء تجهيز غرفه الاطفال، انت بتجهز غرفه الاطفال قبل ما تكتب الكتاب لما هي. يبقى ربنا يكرم وييجوا نبقى نجهزهم ان شاء الله. مثلا يعني بتحملني انا غالبيه الشباب بيبقى في الخارج وكده وكده يعني، انت بتحمله عباء فوق طبعا ده شباب صغير يعني مش كده. ماشي ايه كمان؟ حضرتك الدي جي عندنا العفشه هي طالعه، يمكن ده مش موجود حضرتك في القاهره ولا المدن يعني. حضرتك اسطول من السيارات المحمله بالعفشه. عارفها؟ عارفها. والدي جي والسنج والقصه بتاعت دي بقى بتبقى بتاعت التفاخر بقى، احنا جايبين كام مرتبه وكم بطانيه وكم لحاف وكم اوضه صالون وقعده والسفره شكلها عامل ايه، ولازم يبقى فيه كده ايه حفله كده والعربيات ماشيه، كل ما عدد العربيات زاد كل ما كده يعني ايه بنتنا يعني افتخرت اكتر وعيلتنا انبسطت اكتر. لغيتوها دي؟ التراث الشعبي ده اللي عايزين نطلع منه، اللي هو بيعمل عبء. تلاقي حضرتك صور من السيارات، ومين اللي بيدفع في الاخر؟ العريس. الدي جي مين بيدفع؟ العريس. مش عارف كل المشاريب على العريس. فحضرتك الغاء الدي جي اللي هو بيبقى في العفشه ده. حاجه ثانيه حضرتك، العريس لما بيروح السائق يجيب الذهب للعروسه، حضرتك مطالب يجيب ذهب للعروسه ويجيب هديه ذهب لام العروسه والخمس اخوات العروسه ويجامل العيله كلها. طب ليه كده؟ الله لا لا لا، اجيب هديه للعروسه ماشي، اجيب هديه لام العروسه واخوات العروسه؟ ده لو ما جبتش كده هتنكد عليك ام العروسه واخوات العروسه. لا يا عم مش عاوزين. ايه ده؟ كتير قوي كتير قوي. لازم اهالينا في الصعيد مش كده يعني. هو حضرتك يعني حضرتك كما تعلم جيدا انه لسه كنت بتكلم حضرتك على الصعيد في زياره الرئيس للكليه الحربيه. طبعا ان الصعيد اهل كرم قوي واهل شهامه، لكن دخل هذا الوضع في التفاخر والتنحر فيما لا يكفي. لغينا انه اقتصر العريس ما بيجيبش ذهب غير للعروسه وحسب استطاعته بقى، ما حطيناش حد يعني تبقى المتوفر. اللي حضرتك العروسه بتروح ثلاث مرات الكوافير في الخطوبه وفي كتب الكتاب وفي الفرح، قلنا لا مره واحده يتحملها العريس، وهي لو عايزه تروح 50 مره تتحمل مع نفسها بقى. او تحافظ بقى على شعرها بقى خلاص، هتحافظ حضرتك تحافظ على التسريحه والحاجات اللي اتعملت الثلاث ايام دول مش كده بقى؟ لا احنا بيبقى شهر وكده يعني. القاعه حضرتك بالاتفاق مع بعضهم، عشان احنا عندنا هنا في الصعيد بيذبحوا الذبايح في الدوار كده والعيله. أيوه. وكده وبيعمل قاعه يعني يكلف له 50 60 الف جنيه ذبايح وعزايم هنا في الـ في الـ في اللمه ومكان العيله. أيوه. وبرضه مجبر يتاجر قاعه ب 30 40 50 الف برضه من ناحيتين، اعمل دي وهتعمل دي ولا أيوه. مش عاجبك. طب وصلتوا برضو انه يعني انتوا لغيتوا الحفله بتاعت اسطول العربيات صح كده؟ مش لغناها نهائيا، خلناها يعني ممكن الحاجه لحد الادنى يعني بالمعقول. ولغينا تجهيز اوضه الاطفال دلوقتي لما يبقوا يجوا بمشيئه الله سبحانه وتعالى نبقى نعمل لهم الاوضه اول ما ينورونا. ده كلام. وبالمناسبه ده هو لسه الواد عشان ولا البنت يقعدوا في اوضه لوحدهم، ده مش قبل ما يتم له ثلاث سنين. تمام. مش لما يجي الاول. لا ما احنا حضرتك اطفالنا غير اطفال العالم، اطفال صعايده بيتولد راجل. فاحسن راجل واجدع راجل. حضرتك حطينا برضو في الوثيقه بندين، قلنا المطلوب من العروسه ايه تفصيلا كده والمطلوب من العريسيه عشان نتفق. طبعا حضرتك المبادره هتاخد وقت عشان نتعود عليها، لان انت حضرتك عارف العادات والعرف عشان يبقى عرف بياخد وقت، لكن بدات الناس تقتنع وكله التف كبار العائلات والمثقفين والعمد والناس كلها. حضرتك المطلوب من العروسه ادوات المطبخ الرئيسيه من خلاط ومكواه
والحاجات دي والشوك والسكاكين والحاجات العاديه. الملابس بتاعتها ما بقاش فيها مبالغه. يعني حضرتك تقدر تقول لي العروسه جايبه لازم تشتري 300 فوضه مطبخ وفوضه وبشكير مش يعني حاجه صعبه. يعني ايه 300 وايه 400؟ لازم تجيب 500 عبايه، مش عارف، مش بتتخن، مش بتزيد، مش بتخس، حاجه غريبه. حضرتك برضو دون مغالاه يعني تجيب الملابس اللي هي ايه يعني ضروريه. برضو العريس مطلوب منه يجهز السكن، وهو اللي يجيب الاجهزه الكهربائيه، يجيب ثلاجته وغسالته بالاتفاق مع بعض، تمام، ويدبر على نفسه. اللي هنا في الاخر برضو حضرتك انه لو عملنا الحسبه دي هنوفر على العريس حوالي 50 60، هنوفر على 100,000 جنيه الاولانيه، وهنوفر على ابو العروسه اكثر من 100,000 جنيه. كان هيبيع ارض وكان هيستلف وكان هيقترض وكده. يعني يجيب العريس المطلوب منه هيجيب الاجهزه الكهربائيه، ثلاجه وغساله والكلام ده، هيجيب انتريه مثلا على كده، ممكن يجيب ستاير وسجاد حسب الظروف. يعني الذهب يكون مقتصر على الشبكه اللي هيقدمها للعروسه فقط، مالوش صالح بالعيله بقى طبعا، وام العروسه واخت العروسه وخاله العروسه، كل واحد عايز لها خاتم. تحصلش في الدنيا كدا. دي لا احنا كده بعد كده القاعه برضه بتبقى بالاتفاق، برضه ما نحملش التكليف اكتر من كده. صح، واتفقنا وتم الاتفاق على ان العريس اللي من خارج القريه سوف نعامله كابناء القريه. جميل. طيب وده حاجه لاقت قبول لدى اهالينا هناك ولا لسه يعني بنفكر؟ حضرتك لا، لقد قبول واقتناع، وهنبدا احنا حاليا بنعمل لينك مع المجلس القومي للمراه، عايزين بس دعم حضرتك توصل صوتنا. بنعمل عندنا الجمعيه فيها كوادر نسائيه وخريجات بيأدوا الخدمه الاجتماعيه، عايزين حضرتك احنا بنحط خطه حاليا لحاجه اسمها حمله طرق الابواب، انه هذه اللي هم الخريجات اللي بيأدوا الخدمة العامة، حد من المجلس القومي للمرأة في سوهاج أو في القاهرة يتبنانا، بحيث نديهم تدريب وبحيث نعمل نصل لكل أسرة، لأن حضرتك تعرف أنه القصة دي بتعملها الستات في البيوت. إحنا نوصل صوتكم جدا جدا جدا، لأنه الهدف الرئيسي هو أن إحنا بنعمل أسرة متماسكة، ودي حاجة مهمة جدا، وأسرة قلبها على بعضها، ودي برضو حاجة مهمة جدا. أعتقد أنه يعني أكيد أكيد المجلس القومي للمرأة بيتابع كويس جدا البرنامج، عندي هذا اليقين. وأعتقد أنه الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بتتابع أيضا عن كثب، وأنها تتبنى دائما كل مثل هذه المبادرات الطيبة اللي من شأنها التيسير على أبناء وبنات المجتمع. بنات مجتمعاتنا في الصعيد هم بناتنا النهاردة، وهم إخواتنا في أحوال أخرى، وهم زوجاتنا في أحوال أخرى، وهم أمهاتنا دائما وأبدا. يعني فبإذن الله بإذن الله احنا نشتغل معاكم يعني إيد بإيد في الموضوع ده، وربنا يسهل كده في أول فرح يتعمل طبقا للمبادرة الجديدة تعزمونا ده ونيجي بقى نحضر معاكم الفرح. الأسرة أو العريس اللي هينفذ الأول له جائزة كبرى مننا، يعني هيبقى حاجة هايلة خالص. وهو ده المجتمع بتاعنا، لما يلقى مشكلة ولا يلقى أزمة طبعا كل الجميع يفكر في الخروج من الأزمة. احنا هو كده المجتمع متماسك، المجتمع المصري سواء كان صعيدي أو غير صعيدي يشعر بعضه في ترابط طبعا. حضرتك طبعا. وجداني الشعب، شوف المجتمع المصري على رأيك، صعيدي كان من قبلي أو ناس من أهالينا في بحري، الشعب المصري عنده ترابط وعنده تراحم طول الوقت، وشعب عاقل، هو بس بيحتاج من وقت للتاني ان احنا ايه نصحصحه حبتين، وادينا بنصحصح. انا اشكرك جدا. ده اللي عملناه في جمعيه تنميه المجتمع، ان احنا نورنا، عملنا اضاءه ونورنا، والناس التفت وساعدتنا، وان شاء الله هتنفذ، وان شاء الله في قرى متصله بينا النهارده هيعملوا الموضوع ده. عاوزين ننقل التجربه وننشر التجربه دي في كل حته، مش بس في الصعيد، لانها بالمناسبه برضو نفس اللي بيجرى ده بيحصل احيانا برضو في بحري في بعض المحافظات، او في بعض القرى في بعض المحافظات برضو بيحصل ده. ده انا هضحكك، ده بقى بيحصل كمان في القاهره، وبقى بيحصل كمان في اسكندريه، يعني الحدوته الظاهر عماله تنتشر. فاحنا عاوزين نلحق نلم بقى الموضوع ده تماما. انا بشكرك جدا استاذ رضوان عبد المحسن، رئيس مجلس اداره جمعية تنمية المجتمع والقائمة على مبادرة التكليف.
التيسير في الزواج وعدم المبالغة في الإنفاق. بالمناسبة يعني عشان تبقى فاهم، هو الفلوس دي انتوا أولى بيها في الآخر، يعني احنا دايما نقول كده، هو الفلوس أصلها إذا كانت موجودة على العين وعلى الرأس ربنا يزيد ويبارك يا رب، بس بدل ما احنا نقعد نصرفها في شوية الكلام ده، لأ، العيلين اللي هيتجوزوا دول هم أولى بيها، نأسس لهم بيها بيت أحلى، نجيب لهم بيت أكبر، نعمل بيها شهادات مثلا في بنك من البنوك بتاعتنا تساعدهم على المعايش، نفتح بيها مشروع يبقى منتج ويساعد على المعايش أكتر وأكتر، وينموا نفسهم وينموا مجتمعهم ويساعدوا عيالهم اللي جايين، قبل ما نبقى بنفكر في أوضة الأطفال. طب ما نفكر إزاي هنعرف نصرف على الأطفال صرف حلو، ندخل على المدرسة حلوة ونعالجهم حلو وندخلهم جامعة حلوة ونكبر العيال مظبوط ويلعبوا رياضة مظبوط ويمارسوا هوايات مظبوط، ده المطلوب مش كده ولا ايه؟ مش نقعد نصرف الفلوس على ليلة ولا اتنين ولا تلاتة، نصرف لنا 500-600 ألف جنيه، انتوا اولى بالفلوس دي صدقوني. يعني تعمل كده مع بنتك يا يوسف؟ اه طبعا والله، انا دايما بنصح بان احنا دايما، يعني كل اصحابي كل اهلي كل معارفي عارفين ان انا شخص ما بحبش مساله المظاهر الكدابه خالص، يعني الحاجه تيجي بالمظبوط، لا تيجي قليله عن زياده عن اللزوم ولا تيجي كتيره زياده عن اللزوم، يعني انا اتربيت كده بصراحه، كل حاجه على راي جدتي ربنا يرحمها تقول لك كل حاجه بالمؤنن، فاقول لها يعني ايه؟ تقول لي يعني مقنن بالقاف، يعني بالعقل، ده بالعقل مش كده. طيب احنا كنا بنتكلم على ان الولاد يتعلموا في جامعة حلو ومظبوط وميت فل، تعالى تشوف كده جامعة بنها عملت ايه. جامعة بنها بتنظم اول هاكاثون مصري في موضوع المدن الذكية. شايف احنا وصلنا لايه؟ والله العظيم ما بهرج وبدون مبالغة، شايف احنا وصلنا لإيه؟ وصلنا إلى إنه ولادنا في الجامعات بدأوا يشتغلوا على أفكار ومشروعات متعلقة بالمدن الذكية وتطويرها. عارف بمنتهى البساطة ليه؟ علشان ده بقى بيحصل في مصر خلاص، يعني الولاد ما بقوش خياليين حالمين علشان يقعد يعمل في بروجكت هو عارف إنه عمره ما هيتحط ولا عمره ما هيتنفس في الحقيقة على الإطلاق، لكن ولادنا بقوا شايفين أنه بتتبني مدن الجيل الرابع، مدن ذكية في مصر، فبقت الولاد عندهم حماسة وحمية وإقبال على المزيد من البحث والابتكار. خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك. مساء النور ومساء الخيرات ومساء العلم زي ما بيتقال كده. الله يخليك. ايه موضوع اول هاكاثون مصري في موضوع المدن الذكيه؟ نحب نفهم اكتر وتبني جامعه بنها لهذا الهاكاثون. شكرا جزيلا. في البدايه بس احب اعرف الساده المشاهدين ان كلمه هاكاثون هي عباره عن اختصار لكلمتين هما هاك وماراثون، بمعنى ان كلمه هاكاثون هو عباره عن سباق بيجتمع فيه المتخصصين من مبرمجي الكمبيوتر والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبيتجمعوا في مكان ما. هذا المكان بيتيح لهم جميع الفرص الى انهم يبداوا زي ما حضرتك قلت في المقدمه انهم يدلوا بدلوهم في انشاء العديد او في وضع افكار جديده لمشروعات. هذه المشروعات تاتي للمهام المستقبليه. حضرتك في مؤتمر الشباب الاخير فخامه الرئيس اكد جزيلا، فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على الاستفاده من طاقات الشباب زي ما حضرتك قلت في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال عمل المسابقات والهاكاثونز المختلفة. احنا في جامعة بنها عملنا نظمنا اول هاكاثون مصري على مستوى الدولة في موضوع زي ما حضرتك قلت اللي هو السمارت سيت او المدن الذكية. الهاكاثون حضرتك هيبدأ في الفترة من 24 الى 26 مارس. احنا بدأنا بالفعل في التسجيل عندنا 27 جامعة حكومية، دعينا الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، هذا بالإضافة إلى جامعة بنها بكلياتها
16 ابنائها الطلاب. عاوز اضيف لحضرتك ان الهاكاثون ده رعاه معالي الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركه امازون مشتركه معانا. كويس. عاوز اضيف برضو لحضرتك يا استاذ يوسف ان ده زي ما حضرتك قلت ده الحدث الاول. احنا من الجامعات الحكوميه وباكد على ان احنا جامعه حكوميه بنشتغل في نفس المضمار اللي رؤيه مصر 2030 شغال عليه. احنا بنسعى لتحقيق اهداف رؤيه مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي مبني وقائم على المعرفه. برضه كمان بنؤكد على ان احنا بنشجع ابنائنا الطلاب على الابتكار والبحث والتطوير. ايضا بنعمل تحفيز لهؤلاء الطلبه بمشاريعهم اللي هم لهم افكار ورؤى مستقبليه. وكويس جدا ان يبقى الطالب زي ما حضرتك قلت يشارك في بناء المستقبل، ودي حاجه كويسه جدا. كمان احنا عندنا نموذج قوي جدا مصر بتفخر بيه اللي هو العاصمه الاداريه الجديده كنموذج رائد للمدن الذكيه في افريقيا، والعالم كله بيتناول هذا الموضوع. اؤكد لحضرتك ان احنا ان فكره الهاكاثون هي اول مره تتعمل في مصر، لكن احنا عندنا العديد من الهاكاثونات اللي انتشرت في العالم، وكان اشهرها طبعا زي ما حضرتك عارف الشهاده المتقدمين الهاكاثون الحج اللي كان مشارك فيه 2950 مشارك من 51 دولة لتسهيل إجراءات وخدمات الحج للحاجين. إحنا بنعمل بقى الموضوع ده عندنا من مكون من 10 محاور. المحاور كلها منصبة بقى من الطلبة على المدن الذكية والمباني الذكية، الحدائق الذكية، المرافق الذكية، النقل والمرور الذكي، المستشفيات الذكية، الريسايكلينج والتدوير الذكي، المراقبه الذكيه، الطاقه الذكيه، الاداره الذكيه، والمدارس والجامعات الذكيه. حضرتك عندنا متقدم حتى الان مسجل على الجوجل فورم اونلاين مسجل لنا 50 مشروع من 10 جامعات مصريه كلها حكوميه. تم دعوه الجامعات الخاصه هيشاركوا معانا النهارده. الطلبة المتسابقين كلهم بيتسابقوا وبيتنافسوا في إيجاد حلول مبتكرة في المجالات العشرة اللي احنا قلنا عليهم لحضرتك. طبعا برضو جدير بالذكر ان احنا ان الوزارة اعلنت ان الافكار دي كلها سيتم تطبيق هذه الافكار الجديدة وتسويقها لحساب اصحاب المشروعات في الجامعات الاهلية الجديدة، الاربع جامعات اللي هم الجامعات هيتم تطبيقها في الجامعات الاربعه اللي هو جامعه العالمين وجامعه الجلاله وجامعه الملك سلمان وهكذا والمنصوره الجديده، بالاضافه الى حقوق الملكيه الفكريه لهؤلاء الطلاب. جميل جميل جميل. عندنا برنامج يا استاذ يوسف احنا بدانا التسجيل لغايه 8 مارس مفتوح التسجيل. هيحكم المشروعات دي خبراء اكاديميين من الجامعات المصريه بالإضافة إلى خبراء من الصناعة. وحضرتك عارف كويس جدا أن رؤية وزارة التعليم العالي بتهدف إلى ربط الجامعة بالصناعة. النتيجة هتعلن مبدئيا يوم 10 مارس هناخد أكثر 10 مشروعات هنعملها بمعنى صح في الكريشن. خلال الفترة اللي فاتت دي هيبدأ عمل إجراء مجموعة من المحاضرات التعريفية أونلاين بواسطة خبراء من شركة أمازون والوزارة وجامعة بنها. كمان هنستضيف الفرق بقى من 24 إلى 26 مارس لمدة 3 أيام في بإقامة كاملة في المبنى الفندقي الخاص بجامعة بنها وموجود في المدينة الجامعية. إحنا يهمنا قوي إن الطلبة تعمل بروتوتايب ونموذج يكون مصغر قابل للتطبيق في المجالات العشرة اللي أنا قلتهم لسعادتك. هيتم اعلان النتيجه يوم 26 مارس ان شاء الله، ويبقى عندنا حفل ختامي. وطلبه الكليات الجامعه سواء كان كليه التربيه النوعيه او كليه الفنون التطبيقيه او الكليات الاخرى هتشارك بحفل ختامي. هم اللي هيشاركوا وهم اللي هيعملوه بايدهم وهم اللي هيعملوا كل حاجه. اعضاء هيئه التدريس مش هيتدخلوا في حاجه خالص،
وغالبا هيبقى بحضور معالي الوزير لاعلان الجوائز. احنا كجامعه بنا اعلنا جوائز 100,000 جنيه للمشروعات الفائزه، بالاضافه الى شركه امازون هتعلن او اعلنت عن جوائز عينيه من خلال التسويق، من خلال التسويق اونلاين. ده ممتاز يا دكتور جمال، بس انا يعني في دماغي تصور، لانه بالمناسبه هو ده عاده اللي بيجرى بره، بقى حضرتك اكتر مني معرفه ودرايه بذلك، اللي هو انه اذا كان البروتوتايب او مجموعه من البروتوتايبس، يعني افترضنا مركز اول وثاني وثالث، هي بالفعل قابله للتطبيق والاستخدامات المدنيه، لازم مستثمر صناعي يتبنى عملية التصنيع. يعني أنا عايز جزء من المكافأة أو جزء من الجايزة إنه الاختراع أو الابتكار أو التطوير اللي حصل ده يخرج للنور، لأنه ده اللي هيشجع المزيد والمزيد من الطلاب على البحث والابتكار والعمل. تمام يا فندم، تمام. هل ده وارد في النسخة الأولى من الهاكاثون المصري، ولا قد يطبق في نسخ تالية إن شاء الله؟ لا يا فندم، إحنا إن شاء الله، علشان كده يمكن أنا قلت لحضرتك إن إحنا التحكيم بتاع الفلتريشن المرحلة الأولى داخل فيه صناعيين، هيبقى فيه خبراء من الصناعة. صحيح. ولذلك إحنا هنعمل تشبيك لينك مع أصحاب الأفكار النيرة القابلة للتطبيق، رائع، مع خبراء الصناعة. رائع. عاوز اقول لحضرتك كمان حاجة كويسة، يعني هي يعني مش بعيدة، هي قريبة للموضوع. احنا عندنا في جامعة بنها حاضنات تكنولوجية بنحفز الطلبة لانهم يعملوا نماذج بروتوتايب، ونبدأ نتم تسويقها عن طريق أكاديمية البحث العلمي، ونقدر نعمل تسويق لهذه الأفكار والمشاريع اللي قد تكون تبقى أبلايد ولها القدرة انها تطبق عن طريق أكاديمية البحث العلمي مع خبراء الصناعة إن شاء الله بإذن الله. برضو ما عرفش أقول لحضرتك، برضو إحنا برضو كان عندنا صفقة في مجموعة من طلبة الكليات بيشاركوا من كلية الفنون التطبيقية، كانوا اخترعوا ملابس ذكية، وده كان يعتبر ابتكار جديد. الملابس سمعت عنها، بس الحقيقة أنا كنت عندي نقدر نسميه تساؤل، هل هو مبتكر مصنع وموجود؟ يعني هذا القماش او الملابس الذكيه انا سمعت عنها وقريت عنها، بس حتى اتكلمت فيها مع زملائي، قلت لهم يا جماعه موجوده اتصنعت اتجربت، ولا هي بحث موجود على الورق او على الهارد ديسك بتاع اللابتوب بتاع الباحث اللي عملها؟ طيب انا اطمن حضرتك ان احنا عندنا في الجامعه، عندنا في حاجه اسمها مشروعات التخرج بالنسبه لي لبعض الكليات العمليه، من امثلتها كليه الفنون التطبيقيه. احنا الطلبه عشان يعملوا الكلام ده ما بيبقاش ثيوريتيكال اطلاقا، ما بيبقاش نظر، لا ده الطلبه بمساعده البشرتين من الاساتذه بيبداوا في تطبيق هذه المشروعات في الفيل. احنا بقى محتاجين زي ما سعادتك بتقول ان احنا نعمل التشبيك مع المصنع على اللارج سكيل. طبعا. بس هي دي نقطة مهمة جدا، وانا بنتهي هذه الفرصة من خلال برنامج سعادتك المحترم ان احنا بنطلق هذه المبادرة، ان يبقى في خبراء الصناعة يساعدوا الجامعات ويساعدوا الطلاب المبتكرين اللي هم الباكورة الانتاج بتاعتهم انها تطلع الى النور، وبالتالي هيبقى في احساس قوي جدا، روح من الانتماء والولاء للطلاب للوطن، ويقدروا يخدموا بلدهم بهذه الاختراعات. صح. وبصرف النظر عن 100% صح اللي هم هياخدوها 100% صح. انا بشكرك جدا يا دكتور جمال، كل الشكر دكتور جمال سويسرا رئيس جامعه بنها. قبل الفصل خليني هقول لك بس على فوق فكره كده، يعني معلش واعتبروها بقى فضفضه من القلب زياده عن اللزوم. احنا في مصر عندنا رجال صناعه ولا ما عندناش رجال صناعه؟ ده سؤال مهم جدا، مش قصة بقى رجال أعمال ومش رجال أعمال، مصر مليانة مليارديرات. حلو؟ على عهدتي أنا ولا عهدتي ولا حاجة، أنا مين؟ أنا مواطن. في تصوري المتواضع جدا 80-90% منهم ولا رجال أعمال ولا صناعة ولا دياولو. عندهم فلوس؟ عندهم فلوس، دول اسمهم رجال أموال
مش رجال أعمال ورجال صناعة. الفارق الضخم الشاسع المهول المذهل ما بين رجال الأعمال اللي موجودين في أوروبا ولا موجودين في أمريكا ولا موجودين في آسيا، هم إن هم بيصنعوا، إحنا ما بنصنعش، إحنا بنستورد. مش إحنا مصر 80-90% من المليارديرات بتوعنا مستوردين، حالة من شكل من أشكال التجارة الأكثر تطورا، اللي يعني هوامش الأرباح. أصنع وطور وابتكر واخترع؟ لا، زي ما قلت لك مش كله، 80-90% في تصوري المتواضع. عارف لو أنا مش عاوز أجرح حد أدي لك أسماء وأقول لك ساهم في الصناعة بإيه. ما هو مش كل واحد جاب توكيل ده معناه أنه رجل صناعة، مش كل واحد جمع قطعتين غيار ده رجل صناعة، لا خالص. ودي مش الصناعة، ولا تقترب من كلمة صناعة ولو عقلة إصبع خالص، ولا نانو متر خالص. أنا أقدر أستورد شوية قطع غيار وأجمعها وأبيعها كده، أنا بقيت رجل الصناعة يوسف؟ لا. شوف يا فندم، الناس برة بتعمل إيه؟ تعمل كده، تروح على يحضروا كده، تلاقي في واحد راجل شغلته كده يقعد يحضر الهاكاثون مثلا بتاع جامعة بنها، أو يحضر مشروعات التخرج بتاعة مثلا جامعة العالمين في وقت من الأوقات، أو يحضر مشروع التخرج بتاع جامعة عين شمس في كلية الهندسة قسم صناعة السيارات أو ميكانيكا السيارات، أو يحضر مشروعات التخرج بتاعة الجامعة العلانية والفلانية إلى آخره، ويفضل حاطط عينه ويبص بمنتهى الدأب والدقة، وبعدين يعمل إيه؟ يعمل ريبورت، وبعدين ياخده ويشوف إحنا ممكن نتبنى ده. ده ابتكار جديد، ده اختراع جديد، ده تطوير جديد، احنا هنتبناه وهنصرف على هذا البحث. فتلاقي المصانع والشركات الكبيرة اللي هناك عندها مراكز بحثية. هو انت فاكر ان الناس اللي بتتخرج من الجامعات الكبيرة في العالم بيشتغلوا جوه الجامعة؟ لا، جانب بيشتغل جوه الجامعة والجانب الاخر بيتم التقاطه، تعالى اشتغل في شركة كذا، تعالى اشتغل في مصنع كذا، فيطوروا انتاج هذه الشركة، فتصبح الملكية الفكرية ملك مين؟ ملك المصنع ده أو الشركة دي، فبيستفيد فلوس. طب والباحث ده بقى، الشاب الصغير الباحث الدكتور العالم العظيم، هو كمان بيستفيد بأنه بيخش له دخل كبير ومحترم، وجانب رأس مالي بيخش له من استخدامات هذه الملكيات الفكرية. بس عمرو ما تقوليش أسرع، قال بيقولوا لي اسرع، لا مش اسرع ولا حاجه، الموضوع مهم جدا. بس يا روز انت كمان، موضوع مهم جدا جدا، رجال اعمال اللي عندنا لازم يغيروا في طريقه تفكيرهم. المساله عايز تكسب فلوس، عاوز تبقى زي الناس اللي عندها بال50 مليار و100 مليار دولار والكلام ده، يبقى لازم تشتغل بالطريقه دي. وما انت فاكر مصانع العربيات اللي بره دي اتعملت ازاي، مصانع الطيارات دي اتعملت ازاي؟ هي اتعملت كده مش بطريقه تانية، كده ملهاش طريقة تانية، ملهاش مدخل تاني. على كل، خلونا نروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل، هنستمر بالمناسبة في حديث عن العلم ومع العلماء، استنونا بعد الفاصل. استضافتنا النهاردة أو الإعلان عن استضافات بطولة العالم، بطولات عالم في الألعاب، نظرتنا بتتوزع على كل الرياضات، يعني الكرة لها اهتمامها، لكن الاهتمام بالألعاب الفردية موجود، سواء على مستوى الإعداد في مشروعاتنا القومية زي المشروع القومي للموهبة والناشئين والبطل الأولمبي، أو في رعاية المواهب وأيضا القطاعات الناشئين في الاتحادات زي النموذج اللي موجود في الاتحاد المصري للسلاح، واصبح عندنا قطاعات ناشئين قويه جدا في ثلاث العاب اللي مرتبطه بالسلاح، وتصنيف مصر فيها الاول على العالم، وعندنا ابطال عالم يعني الحمد لله. وجهدنا للتخطيط ل في السلاح بتكلم، يعني مخططين ان شاء الله يكون في عدد من الميداليات مخططين لها، وفي اجتهاد كبيره جدا في 2024. استضافه مصر لهذه البطوله لم يكن من فراغ، ولكن كان بوجود استضافه مصر العام الماضي في شهر فبراير
لبطولة كأس العالم للرماية بحضور رئيس الاتحاد الدولي الذي أشاد بالبنية التحتية وبوجود قوة سياسية كبيرة تدعم الرياضة في مصر، مما جعل رئيس الاتحاد الدولي أسند هذا العام بطولتين، ودي لأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي للرماية أن يسند بطولتين في عام واحد لدولة واحدة، بل والأكثر من ذلك أنه أسند في مصر بطولة كأس الرئيس، وهي البطولة التي تعتبر مصنفة الأولى على العالم، حيث يقوم المشاركين فيها هم 12 رامي من أحسن 12 رامي على مستوى العالم. النهاردة كان في حدثين بالنسبة لنا، الحدث الأول هو الإعلان عن بداية فعاليات بطولة كأس العالم سلاح الشيش البنك الأهلي. البنك الأهلي هو اللي بيرعى البطولة دي على اسمه، وبقت من ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي للسلاح. عدد الدول المشاركة في مسابقة الفردي 33 دولة، 182 لاعب، وعدد الفرق المشاركة في مسابقة الفرق 22 لاعب، واحنا استاد القاهرة هيستضيف البطولة في صالة رقم 1، وان شاء الله الفريق المصري هو المصنف السابع عالميا يقدر ان هو يعمل نتائج جيدة. فيما يخص الحدث الثاني، النهارده كان في توقيع بروتوكول الرعاية اللي ما بين الاتحاد المصري للسلاح والبريد المصري كراعي ذهبي للاتحاد المصري للسلاح لمدة 3 سنوات ابتداء من اليوم إن شاء الله وحتى نهاية دورة باريس 2024. واضح بقى احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم على تعامد فبراير، تعامد الشمس على ابو سمبل في فبراير. والنهارده وزيرة السياحة والآثار والثقافة، يعني وزير السياحة والآثار ووزيرة الثقافة، شاهدوا الحقيقة في محافظة أسوان العرض الفني المقام بمناسبة تعامد الشمس على معبد ابو سمبل، وطبعا بحضور محافظ أسوان كان بالتأكيد موجود منور دايما ست اللواء أشرف، بحبه جدا بالمناسبة. طيب هذا الحفل أو هذا التعامد يشهده العالم
زي امبارح كده صباحا كل سنة. تاريخ هذا التعامد هو التاريخ الاستثنائي المميز، زي ما انتوا عارفين التعامد ده بيتعمل مرتين في السنة بس، فانت لازم تقعد تتخيل هم الناس دول، احنا يعني اجدادنا دول وصلوا الى هذا القدر من العلم والدقة ان هم يظبطوا تاريخ ميلاد وتاريخ جلوس على العرش تخش فيهم الشمس فتتعامد على وجه الملك. الكلام ده من آلاف السنين، الكلام ده مش النهاردة، مش امبارح، مش من 100 سنة، الكلام ده من آلاف السنين. هؤلاء الأجداد، أجدادنا، وصلوا إلى هذا القدر من العلم والذكاء. وانا من الناس اللي دايما لما يجي حد يقول لك انتوا هتفضلوا تتفاخروا باجدادكم لحد امتى، ولو ما كنتش اتفاخر باجدادي وابائي امال اتفاخر بمين؟ يعني باجداد الجيران يعني طبيعي، ده واحد. اتنين، وهل احنا توقفنا عن البناء والتشييد وابهار العالم اطلاقا؟ ده احنا لحد اللحظه اللي احنا واقفين فيها دي قاعدين بنبهر العالم باي تجربه بناخدها. شيء الحقيقه مذهل بجد، الامتداد الحضاري اللي حاصل في مصر لأكتر من 8000 سنة دلوقتي يخليك فعلا تنبهر بهذا الشعب وبهذا المجتمع العظيم، شعب فعلا ممتلئ بالعظمة. زي ما بقولك هو طول الوقت يبهرك، طول الوقت يفاجئك، أنت تظن أنه هادئ أو نائم أو في راحة القيلولة ولكنه دايما منتبه ودايما شايف، دايما، ولا مرة الشعب ده ما كانش منتبه، تنبه لكل شيء حواليه وبنى فعلا كل ما يبهر العالم في الهندسة، في الطب، في العلم، في السياسة، في العسكرية. ألم نبهر العالم في 73 ولا إيه؟ افتكروا كويس أن هذا الشعب لم يتوقف أبدا في أي عصر أو أي مرحلة عن إبهار العالم بل ومفاجأته. من هنا خليني هروح لواحد من أروع الأصوات اللي إنسان يسمعها، واحد من الأصوات التي نطلق عليها دائما أصوات السماء، مولانا القارئ والمنشد الراحل سيد النقشبندي. حتة صوت الله يرحمه يا رب، جابه منين؟ هبة الرحمن. شيء مذهل. اتكتبت رواية على مولانا النقشبندي، الرواية اسمها كده النقشبندي، كتبت رواية للكاتبة رحمة ضياء. الرواية أثارت زوبعة حقيقية وخاصة لدى أسرة مولانا الشيخ سيد النقشبندي، وقالوا اللي جه في هذه الرواية في كثير منه أو بعضه ليس صحيحا على الإطلاق. احنا معانا أستاذ إبراهيم سيد النقشبندي نجل مولانا الراحل الشيخ النقشبندي، أهلا بيك. أهلا أهلا بيك يا حبيبي. إزاي حضرتك؟ يا مرحبا، الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا، وبمس عليك وعلى كل مشاهدين حضرتك. ربنا يخليك. وكمان احب ان انا اترحم على استاذنا الفاضل الكبير استاذ وائل الابراشي، الله يرحمه، الله يتعالى عليه، الله يرحمه يا رب. حبيبي الله يرحمه. يا مرحبا يا مرحبا، اهلا بيك، اتفضل يا حبيبي. دلوقتي صدرت روايه الكاتبه رحمه ضياء معنونه نعم. النقشبندي نعم، وظن نعم. القراء او ظن الناس او اعتقدوا في انه هذه روايه تسجل حياة نعم. ورحلة مولانا الشيخ النقشبندي، إلا أنه إطلاقاً. حضراتكم كأسرة إطلاقاً. قلتوا لا. نعم نعم إطلاقا إطلاقا يا إيه اللي وجدتوه في الرواية مخالف للحقيقة؟ والله أنا ما قرأتش الرواية، بس اللي وصلني إن هي بتقول عن الوالد عليه رحمة الله ان هو تخيل الشيخ سيد النقشبندي كان ياكل كيلو حلاوه طحينيه قبل ما يطلع يبتهل او ان هو يقرا القران الكريم. الوالد عليه رحمه الله كان ما شاء الله زي ما انت قلت كده، كان ربنا مديله صوت جميل وهبه من عنده، ان هو كان ممكن لو يقعد 24 ساعه من غير اكل ولا شرب ان هو ينشد ويقرا القران ويبتهل، ما كانش فيه عنده اي مشكله لذلك. وده طبعا بشهاده الموسيقيين والناس اللي بتفهم في الاصوات. ثانيا
الاخت الفاضله الكاتبه تواصلت معايا من حوالي 7 شهور او 8 شهور عن طريق خدت رقمي من اللواء سعيد النقشبندي ده ابن عمي وكلمتني وانا رفضت قاطع. قلت لها لاني انا عندي كل الداتا وعندي المعلومات ان انا اقدر اعمل كتاب ومقتدر والحمد لله ان انا اقدر اعمل كتاب واثنين عن الوالد عليه رحمه الله، لان عندنا كل المعلومات والداتا والقصص الحقيقيه والمفكرات اللي كان بيكتبها بخط ايده، سافر فين وجي منين وتعزم فين وراح فين وجي منين. تمام؟ ففوجئت من كام يوم ان في كتاب منشور في السوق، والغريب ان هو منشور عن طريق دار نشر كبيره في مصر. تمام؟ طيب تواصلنا معاها من حوالي 3 ايام عن طريق عمي الحاج المهندس رضا حسن، ويمكن حضرتك تعرفه، هو تواصل مع حضرتك قبل كده في البرنامج. ايوه. وبيقول لها انت حضرتك جبت القصص ديت منين؟ مين اللي ادالك القصص دي عن حياه الشيخ؟ بتقول له والله دي حاجات من وحي الخيال. فهل ده يجوز حضرتك؟ هل ده ينفع؟ ازاي انا اكتب كتاب على احد وراجل طيب زي ده ما سافش الا كل خير وكان محب لمصر ان هو يتقال عنه الكلام ده؟ طب ليه؟ عشان ايه؟ عشان التربح مثلا يعني؟ طب هل هي استأذنتكم يا أستاذ إبراهيم في أنها تكتب هذه الرواية؟ هل خدت منكم إذن كتابي إما؟ إطلاقا إطلاقا. أنا حتى حبيت أتأكد من ده وسألت كل واحد في الأسرة، طبعا مفيش، ما تواصلتش مع حد. هي تواصلت معايا وأنا رفضت زي ما قلت لحضرتك. بس يا حبيبي، يعني رفضت أن تصدر أو أنه تكتب رحمة ضياء رواية عن النقشبندي؟ بالضبط بالضبط بالضبط. طيب ما أثار حفيظتكم يا أستاذ إبراهيم؟ هل بس مسألة أنه مولانا كان بياكل كيلو حلاوة قبل ما يبدأ في الابتهال أو القراءة؟ لا، ولا في أمور أخرى؟ في أمور أخرى صراحة. أنا ما قرأتش الكتابة، بس اللي أنا بسمعه أنه في أمور أخرى كتير. وزي ما قلت لحضرتك، بتقول للمهندس رضا، بتقول له الحاجات دي من وحي خيالي. فانا مش فاهم، هل ده ينفع يعني ولا هل ده يجوز؟ هو احنا فعلا الحقيقه برضو علشان يعني يبقى بمنتهى المهنيه انه احنا اتصلنا برحمه ضياء، فهي الحقيقه رفضت المداخله. انا كان نفسي حضرتك ان هي تكون موجوده على الطاقه. والله احنا اتصلنا بيها وقلنا لها احنا عايزينك تدخلي معانا وهيبقى موجود معانا الاستاذ ابراهيم، رفضت المداخله وقالت أيوة. احنا انا يا جماعه كاتبه روايه فيها اشياء من وحي خيالي. طيب طيب طب حضرتك عايز ايه اكتر من كده؟ طب ده ينفع؟ طب هو هنا برضو الواحد لازم يسال سؤال في المطلق، مش بس لحضرتك ولكن بشكل عام. هل من الوارد او من المقبول او من المسموح او اللائق ان انا اكتب روايه بمسمى السيره ولكن اضيف عليها ما ياتي في خيالي؟ لا طبعا. يعني لا، انا عاوز اكتب سيره النقشبندي، يبقى انا هرجع لاسره النقشبندي وارجع للوثائق وارجع عشان اعرف ايه الاحداث اللي صارت في حياته وراح فين وجي منين وحفظ وتعلم فين وحفظ القران فين وايه انا مش فاهم. انا مش فاهم ازاي هي الاخت الفاضله مع كل احترامي وتقديري ليها ان هي تعمل كتاب زي ده وعن راجل طيب زي ده وتقول عليه الحاجات الغريبه اللي حصلت. طيب انا على كل حال انا طبعا استاذنك استاذ ابراهيم في واعتبر درجه يعني اقرا الروايه برضو، ودي حاجة مهمة لأنه ليس من سمع كمن قرأ زي ما يتقال، فأقراها كويس وخد ملاحظاتك، وأعتقد أنه هيبقى مهم أنك تتواصل مع رحمة ضياء مرة تانية لمناقشتها فيما كتب وما نشر، والتأكد من أن هي نشرة بمسمى أنها قصة حياة أو سيرة حياة مولانا الشيخ سيد النقشبندي. أنا بشكرك جدا أستاذ إبراهيم، وتاني أرجع أقول أنه للكاتبة رحمة ضياء حق الرد في نفس ذات البرنامج وبنفس ذات المساحة وإبداء وجهة النظر. وإذا كانت الكاتبة والروائية رحمة ضياء سمعانا أو شايفانا دلوقتي يا أستاذة رحمة، تقدري تخشي على الهواء في أي وقت إن أردتي. أنا هبقى بسألك السؤال بوضوح أهو من دلوقتي حالا، هل هذه الرواية
هي رواية عبارة عن قصة حياة وسيرة الشيخ سيد النقشبندي، هو من هو الشخصية العامة، هذا العلم، هذا القيمة الكبيرة. فإن كانت الإجابة بنعم، هل ينفع نزود حاجات من خيالنا؟ والسؤال اللي بعده، هل لدار النشر الحق في نشر سيرة سيد النقشبندي دون أن تتخذ موافقة أو دون أن تتسلم موافقة كتابية رسمية من أسرة الراحل؟ دي أسئلة في انتظار الأجوبة. فاصل ونكمل الكلام. اهلا 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 وسهلا بيكم وبكنا في الفقره دي تحديدا، عشان دي الفقره بتاعه ثلاث عالمات مصريات فزنا بنون النسوه بمنحه اليونسكو من اجل المراه في العلم، تحديدا زماله لوريال يونسكو. خلونا نرحب بضيفتنا العالمات المصريات. حظنا النهارده اثنين، المهندسه ساره عبد القادر والحاصله على زماله لوريال اليونسكو من اجل المراه سنه 21، البحث على طرق معالجه الصرف الزراعي، صح كده؟ منورانا. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. دكتور ياسمين ابو زيد والحاصله على زماله لوريال اليونسكو للمراه لاختيار افضل باحثه على مستوى مصر لسنه 2020، والبحث صعب على حد زائف، يعني هو دراسات متعلقة بالنانو تكنولوجي، حدوتة كبيرة جدا شديدة الصعوبة والتعقيد على أمثالي من البسطاء. منورانا يا فندم. ميرسي جدا. الأحوال كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب أنا هبدأ الأول بمهندسة سارة، سؤال بس، هو إيه اللي حصل عشان تحصلي على هذه الزمالة، وإزاي الناس بتحصل على زمالة بهذا الشكل وبهذا الحجم؟ طيب خليني اقول لحضرتك الاول، نبدا بقى النصيحه اللي بتقدميها للزميلات. مبدئيا هو احنا علشان انا عملت الماجستير بتاعي كان برضو في معالجه الصرف بس الصرف الصناعي، وكان تخطيطي ان انا عايزه اكمل المعالجه دي بطرق مستدامه للصرف الزراعي كمان. اوكي. فقدمت الدكتوراه بتاعتي، بس بدل ما تبقى في الهندسه البيئيه عملتها في الصحه العالميه وبيئه الانسان، بس علشان ندي ابعاد صحيه وسياسيه للموضوع وكده يعني، ومانجمنت وكده. عظيم جدا. بتقدميها على طول للمنظمه ولا بتقدميها في الجامعه؟ بنعمل لا لا احنا انا اوريدي يعني سجلت في الجامعه. كويس. وعملت جبت فكره البحث بتاعي. انا بحب دايما ان يبقى البحث متعلق ومشكله موجوده في على الارض الواقع، بحيث ان انا اقدر اعمل تاثير. فبالتالي عملت جبت الفكره، عملت سيرش ان هي هتتعمل ازاي، هتتطبق ازاي، البحث هيمشي ازاي، وقدمتها لوريال يونسكو. كانت لوريال يونسكو فاتحه التقديم، قدمت وبالسي في بتاعي. طبعا هو الاختيار ما بيكونش بس على فكرة البحث، بيبقى كمان على السي في بتاع الباحث، هو نشر ايه قبل كده، حضر مؤتمرات فين قبل كده، بحيث ان هو اولا اثبات لجدية الباحث، ثانيا قدرته على انه مش الباحث بقى الباحثة، قدرتها بالظبط. أيوة. قدرتها انها تقدر توصل للبنات اللي ليهم سن صغير وتحفزهم وتحمسهم انهم يشتغلوا في البحث العلمي. رائع جدا. وانا لان انا عندي خبره 7 سنين في مجال اكاديمي، فبالتالي انا ان كونتاكت مع بنات صغيرين باحثات زيي، فنشرت قبل كده في مجلات عالميه، حضرت عدد محترم من المؤتمرات، فكانت السي في محترمه، الى جانب كمان فكره البحث اللي هي اصلا يعني بتواكب المشاكل اللي احنا بنواجهها في العالم دلوقتي. بالضبط. طب هنا هرجع للدكتور ياسمين كدكتوره وباحثه وعالمه صيدلانيه، والبحث في مجال تقنيات او استخدام تقنيات نانو تكنولوجي، فهميني لان انا معلوماتي في دي ضيقه جدا واغلبها اكتسبته امبارح بس.
حقيقي يعني. فاشرحي لي اكتر. اوكي الموضوع بسيط جدا. كل فكره ان انا تكنولوجي لو المادة مثلا بحجمها الطبيعي انا بحاول اصغرها انها توصل للنانومتر. اوكي رينج النانومتر ماشي. من 1 ل 100 نانومتر. اوكي ليه انا بتارجت ان انا استخدم تقنيه النانو؟ لان دي بتحسن من خواص الماده. بمعنى لو انا عندي مثلا الدواء عادي في الاقراص بيدي مثلا الواحد محتاج ياخد منه جرعه اوكسين مثلا 4 مرات في اليوم، لو خليت الاقراص دي معموله بدل الماده الفعاله بتاعتها تكون في هيئه النانو وكبست الماتيريال دي لاقراص، هيبقى مثلا ممكن محتاج ياخد قرص واحد في اليوم لانه بيزود فعاليه الدواء نفسه. اوكي فبالتالي انت هتبقى مش محتاج تاخد جرعات كتيره منه. فهي عامه تقنيه النانو بتشتغل على كذا تراك، لإما الاول بيبقى عند حضرتك الدواء نفسه فيه مشكله، فبالتالي حضرتك بتحاول تحوله بشكل معين من النانو ان حضرتك تحوصله جوه بوليمر مثلا او حاجه بحيث ان الاعراض الجانبيه بتاعته ما تظهرش، او ان حضرتك بتحطه جوه تحوله بصوره النانو عشان تزود الفعاليه بتاعته. اوكي فحاجه مثلا ممكن يكون الدواء ما بيدوبش خالص ودي بتبقى مشكله بالذات للاطفال، فبتبقى حضرتك محتاج تديهم الادويه بتاعتهم شرب. فلو حضرتك حولتها حاجات النانو او قللت السايز بتاعها لرينج معين هتبتدي ان انت تقدر تخلي الدواء ده يتعمل على شكل شرب فالطفل يقدر ياخد الدواء ده، وبالتالي تروح للاماكن اللي المفروض تروح لها. دي حاجه ثانيه خاصه، دي حاجه اضافيه على النانو. احنا عندنا النانو تو تراكس، التراك العادي ان حضرتك بتحول بس حاجه للنانو وخلاص، وفي تراك تاني بيبقى ادد ومور ادفانسد ان حضرتك بتحط حاجه زي حاجات بتوجه الدواء لاورجن معين من غير اي اورجن تاني، عضو معين جوه الجسم. أيوة. بدون اي عضو تاني. فانا عايز الدواء ده يروح للرئه مش يروح. أيوة. لكل الجسم، يروح للكبد، يروح. أيوة. للبنكرياس زي مثلا السرطان. الناس مثلا اللي عنده سرطان الثدي او حاجه، فانا ببقى مثلا محتاجه ادويه، الادويه الكيماويه طبعا معروف لكل الناس انها بتعمل مشاكل كتيره جدا. اوكي فانا مثلا المشاكل دي ناتجه لان الدواء نفسه بيبقى موجود في الاعضاء الثانيه وهو مش المفروض يبقى موجود فيها. فكانه بيقتل الخلايا الطبيعيه وبيقتل كمان الخلايا السرطانيه لانه الدواء مش هيميز. فانا لو حطيته على شكل النانو ووجهته لخلايا الثدي بس، فهتبتدي تتراكم في خلايا الثدي وهتتجنب تراكم الدواء في الاعضاء الثانيه اللي موجوده في الجسم، فبالتالي اقدر احقق الفعاليه بتاعه الدواء من غير ما اسبب الاعراض الجانبيه دي. حلو قوي. انا احب الكلام في العلم جدا بالرغم ان انا ماليش اي علاقه بالعلم يعني، فانا اصلا اقتصاد، بس المساله بالنسبه لي بتبقى مبهره جدا لما بقعد اسمع ده، وبيبقى المساله مبهره بالنسبه لي اكتر. لا هي مش مبهره، هي بتبقى بتلقى اعجابي اكتر لما بلاقي عالمات. انتوا عارفين احنا الكوكب ده كوكب ذكوري جدا والله العظيم جدا، سيبك بقى من الكلام بتاع مصر فيها مجتمع ذكوري، الكوكب ده كوكب ذكوري جدا، ولا او لم يكن يحتفي بشكل حقيقي ويقدر بشكل حقيقي العالمات. واول ما نيجي نقول كده تلاقي احد يقول وماذا عن ماري كوري؟ يا عم انت بتتكلم على واحده في الدنيا كل شويه تقول لي اسمها. طب ما هو كان في عشرات العالمات ما حصلوش على القدر الكافي من التقدير والاحتفاء. طب هستاذنكم هنروح لفاصل، وعايز ارجع بعد الفاصل افهم اكتر من كل في تخصصه مسألة معالجة مياه الصرف الزراعي. توصلنا لحد فيه بمناسبة الصرف، هسألك كمان على الصرف الصناعي عشان عندي دايما سؤال، الصرف الصناعي هينفع نستخدمه في أغراضنا الحياتية زراعة على سبيل المثال، ولا المواد الكيماوية اللي مترسبة فيه دي بتسبب لنا مشكلة؟ نفس القصة في مسألة الأدوية بتقنيات النانو، احنا بنعمل ده وتبقى ملكياتها الفكرية عندنا في مصر، وهل أنا أقدر أطبق ده في تجارب سريرية عندي في مصر فأقدر بعد كده أنتج هذه التقنيات فيبقى معروف أن مصر أنتجت هذه التقنية ثم تعمم فيما بعد؟ دي حدوتة أظنها مهمة ولا إيه؟ صح؟ طيب خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.
كل الترحيب بنون النسوة وتاء التأنيس. المهندسة سارة عبد القادر ودكتور ياسمين أبو زيد منورينا. عاملين إيه؟ كله تمام؟ تمام. يا رب تكون إحنا كنا بنتناقش في إنه قد إيه عندنا حالة من حالات الذكورية على سطح هذا الكوكب، بس كمان المهندسة سارة قالت لي حاجة لطيفة جدا، قالت لي إنه عدد أو نسبة خريجات فتيات سيدات فضليات في مصر في الجامعات 50% عندنا في مصر، في أمريكا 28%، فده بالنسبة لي شيء رائع. بس احنا عندنا مشكلة انه اللي بينزلوا سوق العمل سواء اذا كان اكاديميا او عمليا النسبة ضئيلة جدا. مش هاخد وقتك في الحتة دي اكيد هيبقى لها مناقشة تانية. اتمنى يبقى في معانا مائدة مستديرة من اكتر من عالمة وباحثة مصرية بتكلم بجد، نقعد نتكلم في الحكاية دي وايه السبب. لكن هرجع على الابحاث بتاعتك في معالجة الصرف الصناعي والصرف الزراعي، يمكن صرف الزراعي اكتر هو المعني بيه الزمالة بتاعتك، لكن سؤالي هو احنا ينفع نستخدم مية الصرف الصناعي مثلا في الري او حتى في ري غابات خشبية او الري الحدائقي؟ ده حقيقي، ده يعني دي حاجة اصلا العالم بقى بيعملها دلوقتي صناعي. صناعي يا فندم. اوكي. اقول لحضرتك حاجة، ارجوكي. البحث بتاعي في الماجستير كان عن معالجة صرف المدابغ اللي هو أسوأ أنواع مليان مواد كيماوية، وكنت مركزة بالتحديد على أني أستخلص منه مادة الكروم بحيث أن أنا أقدر أخدها من المية وأرجع أستخدمها تاني في الصناعة، أدخلها تاني ما شاء الله صناعة الجلود. وده حقيقي حصل، وكنتش بس بعالجه باني بستخلص الكروميوم، لا يعني كنت انا عملت له معالجه بمخلفات صناعه الاسمنت. ده حقيقي. وعايز اقول لحضرتك ان نسبه استخلاص الكروم من الميه وصلت ل 99%، يعني انا خلصت من ال 99% من الكروميوم اللي في الميه وعملت استخلاص ليه، رجعت الصناعه تاني. كويس قوي. فدي حاجه ممكن تتعمل وبطرق مستدامة، يعني باستخدام مخلفات زراعية وصناعية. حلو جدا. ممكن طبعا، هي القصة كلها في ان الجدال او الديبيت هو ان احنا نستخدمه في محاصيل يعني هنأكلها غذائية ولا بس طبعا الافضل ان احنا ما نستخدموش في محاصيل غذائيه. أوكي. لكن انا اقدر استخدمه في غابات خشبيه، اقدر استخدمه في نباتات عطريه، اقدر استخدمه في يعني في ري المسطحات الخضراء. احنا عندنا كميه مسطحات خضراء، نباتات زينه، اشياء من هذا القبيل. يعني عندنا مسطحات خضراء كتير وخصوصا في المدن الجديده. حلو. احنا عايز اقول لحضرتك ان احنا مش بس ممكن نعالج الصرف الصناعي ونعيد استخدامه، احنا المفروض نفصل الصرف المنزلي، الصرف الصحي عن الصناعي عن الزراعي. لا، الصرف الصحي نفسه يتقسم لمياه رمادية ومياه سوداء. المياه الرمادية المعالجة بتاعتها تكون أسهل، أقدر أعالجها أون سايت، والمية بتاعتها أقدر أطلعها مرة تانية أحطها في الفلاشز اللي هي اللي احنا بنستخدمها في التواليت، أحطها في الفاير، احطها في اني ازرع بيها مسطحات الخضراء قدام البيوت. ده معناها انه حتى مواسير التغذيه اللي هتدخل المنازل هتبقى اكتر من رافد، ما هياش كلها من نفس ذات الرافد. بالزبط. وبالتالي ابقى بحسن استخدام الميه بتاعتي اكتر واكتر. كلام عبقري، انا بتوه في وسط العباقرة. طيب هرجع لضيفتنا العبقريه ايضا دكتور ياسمين ابو زيد وابحاث النانو تكنولوجي. كنت بتكلم على مساله انه التقنيات دي احنا بنطورها في مصر، وده معناه انه ملكياتها الفكريه بتاعتنا في مصر، صح كده يا ابني؟ صح. هيموتونا، لحقت اسال السؤال فهيموتوني والله، عمرو هيجيب لي غلطه بجد مش هزار، صبرك يا عمرو. فيجي السؤال، هل احنا نقدر ندخل في المرحله القادمه في ان احنا نعمل التجارب بتاعتنا هنا بتجاربنا السريريه وما الى ذلك، بحيث ان انا اقدر انتج هذه التقنيات واطرحها امام العالم؟ طيب عشان اعرف اجاوب على السؤال ده هدي بس هنت كده بسيط عن الادويه الطبيعيه. أوكي. الادويه العاديه اللي هي مش بتقنيه النانو. اي دواء عشان يعني نبتدي ان احنا يعني من الماده الفعاله نحوله للشكل الصيدلي اللي بيتاخد للمريض، على الاقل انا محتاج 20 سنه عشان ده يطلع. اوكي. ال 20 سنه ده برودكشن للدواء، انا انتج الدواء وبعد كده اعمل عليه اللي هي التجارب السريريه اللي بتبقى عباره عن ثلاث مراحل. دي ال 1 بليون دولار اندستري. تمام.
عشان يوصل للمرحله دي محتاج الاول بتبقى في حاجه اسمها خاصه بالجوده، معايير الجوده للدواء. اوكي. يعني اشوف ان الدواء لما باجي بصنعه على اللارج سكيل مانيفاكتشر في المصانع والكلام ده، ان كل حبايه قرص بطلعها تبقى بالظبط فيها نفس الماده الفعاله زي ايه القرص اللي جنبه. النانو مشكله فيها هي اساسا اللارج سكيل مانيفاكتشر. في التصنيع للمصنع الكبير دي مشكله كبيره جدا، لان النانو هي 3 دايمنشن، فلازم في كل مره اطرحها بال 3 دايمنشن ستراكشر بتاعها بالشكل الثلاثي الابعاد بتاعها لازم يكون ده زي ده. اوكي، دي اول مشكله. تاني مشكله، لو هحط عليها بالشكل الثلاثي الابعاد جزيئات من بره اوكي ليها دانستي معينه، فتخيل كده انها كوره وعليها سبايكس، عليها سبايكس زي رام كده او حاجات سبايك، حاجه اقرب الى شكل اوتاد او شوك. شوك شوك, شوك موجوده كده على السطح بتاعها. اوكي، المفروض يبقى توزيعها في كل كوره بطرحها تبقى بالظبط زي الثانيه، ويبقى الدواء متحمل جواها. اوكي اوكي. طيب احنا لما بنيجي نصنع مجال النانو تكنولوجي ده بقاله مئات السنين، اوكي، واقعيا اللي موجود في 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 الماركت وابروفد هم 51 دواء بالنانو تكنولوجي في العالم، بتقنيه في العالم كله 51 دواء اوكي موجودين ابروفد، وطبعا معظمهم اللي صنعهم يا اما دول اوروبيه يا اما امريكا. اوكي، احنا عندنا هنا عشان ننتج دواء فعليا بالنانو محتاجين الهيئه اللي بتبتدي تعمل معايير الجوده او تقيم المنتج على السمول سكيل الاول جوه المعمل، وبعد كده لما يجي يتنقل على مرحله التصنيع في الدواء. فهمت. وانا برضو عايز اقول لحضرتك ان اوريدي في هيئه مخصصه على مستوى العالم كله تبع الاف دي اي، اوكي، اللي هي الفود اند دراج ادمنستريشن، دي الهيئه المخصصه بانها تدي تصاريح للادويه. دي مسؤول في عندها يونت كده بتعمل بتقيم كل المواد المنتجه بالنانو على مستوى العالم كله. عظيم. فمعنى كده ان حتى اوروبا او امريكا او اي دوله في العالم لازم لما يطلع منتج برايمري قبل ما ينزل الماركت، قبل ما ينزل السوق، لازم يرجع للهيئه دي بتعمل عليه معايير جوده معينه، اختبارات معايير جوده معينه عشان تصرح باستخدامه وتنزله السوق. وتلك هي المشكله والعقده الكبرى. لنا حديث او حديثين، حديث اللي اتكلمنا فيه اللي هو لازم نقعد نتكلم في مائده مستديره فيها اكتر من عالمه مصريه زي حضراتكم، ونتكلم على مساله ازاي نقدر ندعم مساله خروج العالمات للنور والى محيط العمل والشغل في مصر، سواء اذا كان على المستوى الاكاديمي او المستوى العملي والتطبيقي، شغل يعني. والموضوع الثاني ان انا لسه هحتاج من حضراتكم مره ثانيه نقعد نتكلم شويتين على الابحاث بتاعتكم. انا شخصيا من الحاجات اللي أنا مهتم بيها كقراءة، لأن أنا أكيد مش باحث زي حضراتكم، لكن أشكركم جدا على وجودكم النهاردة، وحاجة تشرف وحاجة تدعو للفخر، ويا رب أشوف بنتي زيكم في يوم من الأيام بجد، وابني برضو على المستوى الرجالة بقى. امين يا رب العالمين. نورتونا وشرفتونا مهندسه ساره عبد القادر، كل الشرف ليا. دكتور ياسمين ابو زيد، نورتينا وشرفتينا. شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعه. ثواني وهيكون موجود معاكم، انا ببص كده بتاكد اذا كان كريم دخل ولا لسه. كريم رمزي داخل لنا اهو بخطوات واثقه هادئه، وبرنامج رقم 10. استنونا وخليكم دايما معانا وبرنامجكم التاسعه. سلامات.